Welcome to Juju Story. ايه ده؟ عاصم؟ لا يا عاصم ارجوك سيبني في حالي، سيبني في حالي. انت فاكر ان انا هسيبك بعد اللي انت عملته ده؟ انا هلف حوالين رقبتك حبل المشنقه. ليه بس كده؟ هو انا عملت لك ايه؟ انت ناسي زمان لما كنا في الشارع ده؟ لا افتكر كويس وركز كده معايا. في ايه؟ طيب قول. طب قولي قولي قولي، انا ما عملت لكش حاجه، ارجوك سيبني في حالي يا عاصم. انا اصلا مش قادر ادوس على رجلي. ايوه، ما انا العربيه اللي خبطتك وصاحبك اتخلى عنك. طيب ارجوك يا عاصم فهمني، انت ليه بتكرهني كل الكره ده؟ انت ناسي زمان؟ لا مش فاكر. زمان لما انا كنت بلعب على طول ومامتي كانت بتحبك اكتر مني، وكانت بتلعبك وبتشتري لك لعب، وانا لما كنت بطلب منها ما كانتش بتجيب لي اي حاجه. خلاص معلش ارجوك ما تزعلش، بس ارجوك سيبني في حالي، ده ما كانش ذنبي. لا ذنبي ان انت عايشتني طول حياتي معقد. ارجوك سيبني في حالي. هسيبك؟ لا ده انا مش هرحمك غير وانت مشنوق ومعدوم قدامي. ده انا ساعتها هكون فرحان جدا، وامي الله يرحمها كمان هتفضل تحبك، فضلت تحبك لحد اخر يوم في عمرها، حتى الوصيه كتبتها لك انت. وصيه؟ وصيه ايه؟ وصيه وفاتها، ما انت مش دريان. طيب تعال نتفهم ارجوك. ارجوك اوعى كده. اي انت فاكر اني مش عارفه ادافع عن نفسي انا عشان رجلي مكسوره؟ لا والله انا لو رجلي كانت سليمه كنت زماني دفعت على نفسي. تعال معايا اوديك لاصحابك اللي خانوك. اثبت مكانك انت، هو المكان كله محاصر. ايه ده؟ اثبت. انا هخش اقتحم المكان جوه. فين بقى الحراس؟ تعالوا معايا. حاضر يا حضره الضابط، يلا عشان هنقتحم المكان. انا هكسر الباب. يلا بالراحه. انا خايفه قوي يا ماما. تخافيش يا حبيبتي. كله من وراكم، كله من وراكم، انتوا السبب، انتوا كله من وراكم، انتوا السبب، انتوا السبب. اه والله. اثبت مكانك يا ابني، انت وهو المكان كله محاصر. نزل سلاحك وارفع ايدك لفوق. لا لا سيبني سيبني بس. المتهم الاول. تعالى ده انت هتلف على رقبتك حبل المشنقة. ارجوك يا حضرة الضابط امسكوا، انت انا ست مش قادرة امسكوا. اثبت هنا كلبشوا كده، مفيش حد تاني. سيبوني. لا والله انا ما عملتش حاجة. البكاء مش هينفعكوا في حاجة، يلا معانا. يلا تعالى معايا مسجون، وانت تعالى معايا. احنا اسفين جدا لو بيعملوا لكم ازعاج، انتوا مش هتشوفوهم تاني. شكرا جدا. بقولك ايه يا انجلين؟ ايه يا اماني؟ في ايه؟ احنا هننزل مصر. ايوه ننزل مصر اخيرا. بجد؟ بلدي بلدي ام الدنيا مصر مصر. اخيرا هنخلص من الحرمية دول، مش هيقولنا تاني، مش هيطردونا. طيب احنا من بكرة الصبح ان شاء الله هنحضر شنطنا وحاجاتنا علشان هنسافر على مصر. طيب هنروح مصر. ايه بس احنا هنقعد في ايه؟ هقولكم، وهو ده المكان اللي هنقعد في المعادي، شقة 14 عمارة 7. ولا مايكل في ايه؟ عايدة يا عبدالله، انا سمعت ان هم هيعيشوا في مصر، احنا هنحضر طيارة وهنهرب. ماشي امسكوا الحرمية دول، امسكوهم. تعال استخبى جوه البتاع دي، ورا البتاع دي. مش هنبان. هما فين يا ربي؟ ايه ده؟ هما راحوا فين؟ لا يا ربي لا، احنا كنا هنعدمهم، خلاص كنا هنعدمهم. راحوا فين؟ لازم نقول لحضرة الضابط. الحمد لله ما لقوناش. انا لقيت تليفون هنا،
ايه رأيك نحجز طيارة؟ الحمد لله التلفون ده من غير باسورد. ماشي يلا، انا هحجز طيارة على مصر. وبعد ما حجز الطيارة، خلاص طيارتنا بكرة الساعة 9 الصبح. يلا نروح المقر، السر بتاعنا اللي محدش يعرفه غير انا وانت. يلا يا مايكل. ايه ده ماما، شفت اللي حصل؟ في ايه؟ الحرمية هربوا وما لقوهمش. يا ربي، احنا لازم نروح على مصر بسرعة على حسن يقولنا تاني. طيب طيارتنا الساعة كام؟ انا حجزت يا حبايبي، وطيارتنا بكرة قصدي النهاردة بالليل الساعة 8. طيب تمام. وفي الليل والساعة 7:30 يلا نروح على الطيارة. احنا جايين نأكد الحجز بكرة على الطيارة الساعة 9 الصبح. ايوه فن، بس ما لكوش طيارة اصلا بالمعدة. ازاي يعني؟ انت هتستقبل ولا انت عايزني يعني ان انا اكون حاجز طيارة وبفلوس وكمان تقولي ما فيش طيارة؟ لا دي تبقى مصيبة. خلاص ممكن يكون حضرتك اتنصب عليك، لكن انتوا اساميكم مش موجودة معي. ازاي؟ فهمني. احنا اتنصب علينا يا مايكل. ايه يعني ايه اتنصب علينا؟ دور كويس في الكشوفات، احنا دافعين 20,000 جنيه. ازاي يعني حضرتك 20,000 جنيه؟ ده هو اصلا الطيارة مثلا 5,000-6,000 جنيه. ده للفرد واحد، قصدي للفردين 10,000 جنيه، وانتو تلاتة يعني 13,000 جنيه. ازاي كمان تنصب علينا في الفلوس؟ لا دي مصيبة كبيرة، احنا عايزين مدير الفرع بتاع الطيارة هنا. الحق عبدالله، سيبني في حالي دلوقتي، انا متعصب اصلا ومش ناقص. بص مين هناك. ايه ده، هما مش دول اللي... ايوه هما. وزعي والخناقات دي. يلا يا حبايب يلا بسرعة علشان الطيارة ما تفتنيش. يلا. طب يا ماما انا هشتري بس حاجة من بره. طيب يا حبيبتي بتتأخريش، انا جاي معاكي استنيني. هتسيبي العيال لوحدها؟ امال اعمل ايه؟ لا انا هروح هسبقك وانا على الطيارة. احنا المقعد المقعد ده وده وده وده. ماشي انا هقعد هنا. تمام زي حضرتك. اما اخطف تعالي هي. تعالي يلا معايا بسرعة يا شباب تعالوا. انت بتعمل ايه؟ انت فاكرهم لوحدهم؟ حضرتك ايه اللي انت بتعمله ده فعلا؟ انت بتخطف الاطفال؟ لا انا هتصل بالشرطة، ارجوكوا انما الا الشرطة، ما كنت بلعب معاهم. صح يا بنات، مش انا كنت بلعب معاكم؟ لا والله يا عمو، كان بيحاول يخطفنا وكان بيكتم نفسي. وانا كمان كان بيكتم نفسي، انا شايفه بعناية واصلا كاميرات المراقبة جايبة كل حاجة. تعالوا يا بنات بسرعة عشان طيارتنا هتفوتنا. تعالوا يلا. لا والله انا ما عملتش حاجة. انا هركب جنب مريم يا طن. طيب يا حبيبي حطيها معانا. يلا يا ماما خلي الطيارة تطلع، انا خايفة اوي. ما تخافيش حضرتك، اي طلبات انت هتطلبيها اوامر. شكرا. انا هجيب حضرتك. تفضلي. وبعد الوصول، انت تتخني معايا من الصبح يا جدع، انت والله ما في طيارة. الساعة 9 والطيارة هتطلع وانا دافع فلوس وماليش دعوة. اسمها مالكش دعوة. والله العظيم انا هوريك. في سكاكين؟ لما سبتنيش دلوقتي انا هكسر الازازة دي على دماغك، وكمان هخش الطيارة غصب عني. لا حسب كده. اي دماغي صاحبي ده انا بدات قلبه مفيش.
أنا اللي عملته ده. البوليس البوليس.